قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، وأنه من كمال التوحيد، وأنه من كمال التوحيد، وأن ضده من السخط والجزع ينافي كمال التوحيد، وأن ضده من الجزع والسخط ينافي كمال التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمن، في مدح المؤمن المسلم بالمصيبة الصابر عليها، المسلم بالمصيبة الصابر عليها بحصول الهداية لقلبه، بحصول الهداية لقلبه. ومدحه بالصبر دليل على أنه من الإيمان بالله، ومدحه بالصبر دليل على أنه من الإيمان بالله والتسليم لقدره. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله، رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الكفر، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الكفر، فيكون مقابلها من الصبر على قدر الله من شعب الإيمان، فيكون مقابلها من الصبر على قدر الله من شعب الإيمان. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، فهو نفي لكمال الإيمان الواجب، فهو نفي لكمال الإيمان الواجب عن من وقع منه ما وقع من الجزع والتسخط بضرب الخدود وشق الجيوب، فيكون مقابله من التسليم لقدر الله من الإيمان به، فيكون مقابله من التسليم لقدر الله من الإيمان به. والجيوب جمع جيب، وهو موضع دخول الرأس من القميص، جمع جيب وهو موضع دخول الرأس من القميص، فإنه يسمى
جيبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنبه، أي عاقبه على ذنبه فيها، ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء، ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء. فالخير هنا مركب من أمرين، فالخير هنا مركب من أمرين، أحدهما تعجيل الله العقوبة للعبد، تعجيل الله العقوبة للعبد، والآخر توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء، توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، والرضا مشتمل على الصبر وزيادة، والرضا مشتمل على الصبر وزيادة، ففيه الأمر بالصبر، ففيه الأمر بالصبر بذكر الثواب الحسن عليه، بذكر الثواب الحسن عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر توجد معه مرارة الألم على المصيبة، أن الصبر توجد معه مرارة الصبر على المصيبة، وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة، وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، وتروى فله السخط، فيجوز ضم السين وفتحها. ودلالته على ذلك ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط قدر الله، ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فيكون واقعا في محرم، فيكون واقعا في محرم، ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله، ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.